الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في من أدرك ركعة من الصلاة هذا الباب معقود لبيان إدراك الصلاة أو الجماعة بإدراك الركعة. قال الإمام يحيى: حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب. من هو ابن شهاب؟ قد سبق مرارا. ها؟ ها؟ لا، محمد محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري. لا، محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يقال اسمه كنيته ويقال اسمه عبد الله، وكان من مشائخ الإمام الزهري. وقد قال الزهري: أدركت أربعة من البحور في العلم، وذكر منهم أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب. توفي عام 94، وفي هذا العام توفي أيضا عروة بن الزبير وهو من فقهاء السبعة، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو أيضا من فقهاء السبعة، وعلي بن حسين زين العابدين. قيل هذه السنة تعرف بسنة الفقهاء لأنه توفي كثير من فقهاء المدينة في هذا العام سنة 94. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان إذا أدرك ركعة من صلاة فإنه قد أدرك الجماعة. فإذا كان بقي مثلا من الصلاة ركعة وأدركها أحد المأمومين فإنه قد أدرك الجماعة. فإذا كانت صلاة الجمعة مثلا قد سبق بركعة وصلى مع الإمام ركعة فإنه قد أدرك الجمعة. فمن أدرك ركعة كاملة من الصلاة فقد أدرك الجماعة، وإن كانت جمعة فقد أدرك الجمعة. ويفهم من هذا الحديث مفهوم مخالفة، أن الإنسان إذا أدرك أقل من ركعة فإنه قد فاتته الجماعة أو الجمعة. فإذا أدرك الإمام بعد أن اعتدل من الركوع، أو أدركه في السجود، أو أدركه في التشهد، فإنه قد فاتته الجمعة إن كانت الصلاة جمعة، وفاتته الجماعة إن كانت غير جمعة. لكن إذا جاء وقد اعتدل الإمام من الركوع، أو كان في السجود، أو كان في التشهد، أو جاء بعد سلام الإمام، ألا يكتب له شيء من فضل الجماعة؟ بلى، يكتب له فضل الجماعة، وفضل الله واسع. ولكن العلماء فرقوا
بين إدراك الجماعة وإدراك فضل الجماعة. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر: أبو هريرة رضي الله عنه وأبو سلمة رضي الله أو رحمه الله الذي روى هذا الحديث أو روى هذا الحديث كانا يفتيان بأن من أدرك شيئا من الصلاة أو جاء بعد الصلاة يكتب له فضل الجماعة. وقد ساق أبو عمر آثارا كثيرة في هذا الموضوع، ومن تلك الأحاديث الدالة على أن من تأخر ولم يدرك الركعة يكتب له شيء من فضل الجماعة، الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أيضا: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعداه الله مثل أجر من صلاها أو حضرها، لا ينقص ذلك من أجر شيئا. حتى لو ذهب إلى المسجد وفوجئ بأن الناس قد انتهوا من الصلاة ولم يدرك شيئا من الصلاة، فإن فضل الله واسع ويكتب له فضل الجماعة. وقد قال أبو وائل شقيق بن سلمة من التابعين: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة، يعني فضلها، أدرك فضل الجماعة. وقال أبو هريرة: إذا انتهى إلى القوم وهم قعود في آخر صلاتهم فقد دخل في التضعيف، وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل في التضعيف. وقال عطاء: كان يقال إذا خرج من بيته وهو ينويهم فأدركهم أو لم يدركهم فقد دخل في التضعيف. ما معنى التضعيف؟ تضعيف الصلاة. يقول أبو عمر: فهذا أبو سلمة يفتي بما يرى من الفضل، وهو فقيه جليل روى هذا الحديث وعلم مخرجه، فوجب أن لا يقطع في شيء من الفضائل، فإن الله هو المبتدئ بها والمتفضل لا شريك له. وأولى ما قيل في هذا الباب من آراء الرجال هو قول أبي هريرة وقول أبي سلمة لروايتهما لهذا المعنى وموضعهما من العلم. إذن من قصد إلى المسجد وأراد أن يصلي مع الجماعة فإن الله يكتب له هذه النية، سواء أدرك هذه الصلاة مع الجماعة أو أدرك جزءا منها أو لم يدرك شيئا وإنما جاء بعد أن صلوا الناس. وهذا يدل على أن هناك فرقا بين إدراك الجماعة وإدراك فضل الجماعة. فهذا الحديث حديث أبي هريرة يدل على أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة، ولكن فضل الجماعة يدرك بأقل من ذلك. قال يحيى: حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وهذه مسألة أخرى، وهي أنه كيف يمكن إدراك الركعة؟ المأموم الذي أدرك الإمام وهو يقرأ الفاتحة فأدركه في القيام وقرأ معه الفاتحة وركع الإمام وركع معه، فلا شك أن هذا المأموم قد أدرك الركعة. لكن هذه مسألة أخرى، وهي أنه إذا أدرك الإمام وهو راكع
فركع معه هل يدرك الركعة بإدراك هذه الركوع؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا. فقال أبو هريرة وبعض التابعين إنه لا بد في إدراك الركعة أن يدرك الإمام وهو في القيام، فلو أدركه في الركوع فإن هذه الركوع لا تحسب له ركعة، وإنما عليه أن يأتي بركعة أخرى. وكونه قد دخل مع الإمام في الركوع ولم يدرك الركعة أو لم يدرك الركوع، قالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يرى هذا القول، وأنه لا بد من إدراك الإمام وهو في القيام. وذهب إلى هذا القول بعض أهل العلم، وذهب الجماهير من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم، الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد، أنه إذا أدرك الإمام وهو في الركوع قدر ما يطمئن في الركوع فإنه قد أدرك الركعة وتحسب له هذه الركعة. وهذا هو قول الجمهور. قال تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى هذا قول الشافعية، واستثنى أربعة من علماء الشافعية، وذكر أبا بكر الصبغي وأبا علي بن أبي هريرة ومحمد بن إسحاق أبو بكر بن خزيمة ووالده تقي الدين السبكي، وقال جماهير الشافعية على هذا القول ما عدا هذه الأربعة، فإن هذه الأربعة لا يرون أن المأموم يدرك الركعة بإدراك الركوع. ولكن الحافظ بن حجر قال إنما عزاه إلى أبي بكر بن خزيمة غير صحيح، يقول فقد راجعت صحيحه ورأيت أنه يبوب لهذا الحديث ويقول أنه إذا أدرك في الركوع فقد أدرك الركعة، ويبوب بابا آخر ويقول إن المأموم إذا أدرك في الاعتدال أو في السجود فإنه يوافق الإمام ولا تحسب له الركعة. فيقول إن عزو هذا القول إلى أبي بكر بن خزيمة من تاج الدين السبكي غير صحيح. قال مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، يعني إذا لم يدرك الإمام في الركوع فإن هذه الركعة، ويعبر عن الركعة بالسجدة، يقول إذا لم يدرك في الركوع فاتت عليه الركعة. قال يحيى حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، يعني من أدرك الإمام في الركوع أدرك هذه الركعة، ويعبر عن هذه الركعة بالسجدة، فإذا أدركه في الركوع تحسب له ركعة كاملة كأنه ابتدأ مع الإمام في أولها. قال مالك حدثني، قال يحيى حدثني مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته أو فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. هذا الأثر الذي بلغ الإمام مالك عن أبي هريرة يوافق قول عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت. هنا يقول أبو هريرة من أدرك الركعة، يعني من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة فقد أدرك الركعة.
ومن فاته قراءة أم القرآن، يعني من أدرك الإمام في الركوع وفاتته قراءة الفاتحة مع الإمام فقد فاته خير كثير، ولا شك أنه فاته خير كثير، فإنه إذا انتهت الفاتحة أو قراءة الفاتحة وقال الإمام آمين وقال الناس آمين غفر لهؤلاء القوم ما تقدم من ذنوبه، وهذا خير فات هذا المأموم الذي لم يدرك مع الإمام في القراءة. فهذا الأثر عن أبي هريرة يوافق قول عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، ولكن ثبت أيضا عن أبي هريرة بأسانيد ثابتة أنه كان لا يعد ركعة بالنسبة للمأموم الذي أدرك الإمام في الركوع. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال يحيى حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. هذا أثر عبد الله بن عمر في تفسير معنى دلوك الشمس، يقول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو ميلها عن وسط السماء. وقال يحيى حدثني مالك عن داود بن الحسين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء، يعني إذا رجع الظل من المغرب إلى المشرق فهذا هو معنى دلوك الشمس، وهو رجوع الظل من المغرب إلى المشرق إذا انتصف النهار وزالت الشمس عن كبد السماء. وغسق الليل هو اجتماع الليل وظلمته. غسق الليل يعني اجتماع الليل وظلمة الليل. وقد قيل إن قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر فيه إشارة مجملة إلى أوقات الصلوات الخمس، وهي قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، فإنه إذا دلكت الشمس إلى أن تغرب ففيه وقت الظهر ووقت العصر إلى غسق الليل يعني إلى ظلمة الليل، ففي ظلمة الليل يدخل فيه وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء. وقوله هو قرآن الفجر، المقصود بقرآن الفجر هو صلاة الصبح. وهذا الحديث فيه داود بن الحسين، وهو داود بن الحسين أبو سليمان القرشي مولاهم، يقال له إنه مولى عمرو بن عثمان بن عفان. قال أبو عمر بن عبد البر كان يتهم بالقدر ورأي الخوارج، هذا داود رماه بعض الناس بأنه يرى القدر ويرى رأي الخوارج، وقيل إنه أخذ ذلك عن شيخه عكرمة مولى عبد الله بن عباس، ولكن يقول لا يصح ذلك عن داود ولا عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس. قال داود أخبرني مخبر، هنا فيه إبهام للراوي عن عبد الله بن عباس، من هذا المخبر؟ كتب الإمام أبو عمر بن عبد البر كلاما جيدا في هذا الموضوع أقرأه عليكم، وفيه أن مالكا أسقط ذكر إكرمة رضي الله عنه أو رحمه الله في هذا السند وأبهمه،
فالذي يقول أو أبهم هذا المخبر إنما هو مالك بن أنس، وقالوا إن مالكا أصد ذكر عكرمة لأنه كره أن يكون في كتابه. هذا مالك يكره أن يصرح باسم عكرمة مولى بن عباس، كره أن يذكر اسمه في كتابه فأبهمه، مع أن الراوي عن عبد الله بن عباس هو مولاه عكرمة. قالوا لكلام سعيد بن المصيب وغيره فيه، لأنه تنوقل كلام أزي إلى سعيد بن المصيب وغيره في جرح عكرمة. يقول أبو عمر ولا أدري صحة هذا، لا أدري، هذا مجرد تأويل وتفسير لما فعله الإمام مالك. يقول أبو عمر ولا أدري صحة هذا، لا أدري ما السبب الذي حمل الإمام مالك على إبهام اسم الراوي وهو عكرمة، لأن مالكا قد ذكره في كتاب الحج وصرح باسمه، لأن مالكا قد ذكر اسم عكرمة في كتاب الحج وصرح باسمه، ومال إلى روايته عن ابن عباس وترك رواية عطاء في تلك المسألة. وهذه المسألة التي ذكرها في كتاب الحج فيها قول يخالف قول أو رواية عكرمة عن ابن عباس، وهذا القول يعزى إلى الإمام عطاء بن أبي الرباح، ويقول وعطاء وجل تابعين في علم المناسك والثقة والأمانة. فالإمام مالك أخذ بقول أو رواية عكرمة عن ابن عباس وترك قول عطاء في المناسك، مع أن الناس اتفقوا على أن عطاء رحمه الله وهو تلميذ ابن عباس أيضا كان من أعلم الناس في المناسك. قال أبو عمر بن عبد البر عكرمة مولى ابن عباس من جلة العلماء، يعني من كبار العلماء، لا يقضح فيه كلام من تكلم فيه، لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه، وقد يحتمل أن يكون مالك جبن عن الرواية عنه، لأنه بلغه أن سعيد بن المصيب كان يرميه بالكذب، ويحتمل أن يكون لما نسب إليه من رأي الخوارج. إذن رمي عكرمة رحمه الله برأي الخوارج والكذب والقدر. يقول أبو عمر وكل ذلك باطل عليه إن شاء الله، كل ذلك لم يصح عن عكرمة رحمه الله. وقد قال الشافعي في بعض كتبه نحن نتقي حديث عكرمة، وقد روى الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى والقاسم العمري وإسحاق بن أبي فروة وهم ضعفاء متروكون، وهؤلاء كانوا أولى أن يتقي حديثهم، ولكنه لم يحتج بهم في حكم، وكل أحد من خلق الله يؤخذ من قوله ويترك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا كلاما لإمام الشافعي أنه يقول أنه يتقي ويجتنب حديث عكرمة، ولكن أبا عمر يقول إنه قد روى عن أناس أسوأ من عكرمة، وكان هؤلاء أولى إذا كان يتقي حديث عكرمة أن يتقي حديث هؤلاء، لأنهم أسوأ حالا بالاتفاق من عكرمة، بل هم متروكون. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن إسحاق الطباع قال سألت مالك بن أنس قلت أبلغك أن ابن عمر قال لناس إن لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس؟ قال لا. إذن هناك قول يقول إن عبد الله بن عمر كان يقول لناس لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، يقول هذا القول غير صحيح. يقول ولكن بلغني أن سعيد بن المصيب قال ذلك لبرد مولاه. إذن هذا القول ينسب إلى سعيد بن المصيب، وقيل لابن أبي أويس
لما لم يكتب مالك حديث عكرمة مولى بن عباس؟ قال لأنه كان يرى رأي الإباضية يعني رأي الخوارج، والإباضية طائفة من الخوارج. إذن هناك قول عن سعيد بن المسيب، وهناك قول آخر أن عكرمة كان يرى رأي الخوارج. قال أبو عمر: وأما قول سعيد بن المسيب فيه فقد ذكر العلة الموجبة للعداوة بينهما أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب الانتفاع بجلود الميتة، وقد ذكرت ذلك وأشباهه في كتابي جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحملته في باب قول العلماء بعضهم على بعض، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا. إذن ما جرى بين سعيد وعكرمة إنما هو من كلام الأقران بعضهم في بعض، ولا يلتفت إلى ذلك، فإنها هنا كلاما طيبا للإمام الذهبي يقول: كلام الأقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. إذن لا نأخذ بقول عكرمة في إن كان له قول في سعيد، ولا نأخذ بقول سعيد في عكرمة. وهناك شيء آخر في اتهام عكرمة برأي الخوارج. قال أبو عمر: ذكر عيسى بن مسكين عن محمد بن الحجاج بن بشرين عن أحمد بن صالح المصري قال: قال عكرمة مولى بن عباس بربري من المغرب، هو من قبائل البربر في المغرب. قال أبو العرب: سمعت قدامة بن محمد يقول: كان خلفاء بني أمية يرسلون إلى المغرب يطلبون جلود الخرفان التي لم تولد بعد، العسلية. قال: فربما ذبحت المئة شاة فلا يوجد في بطنها إلا عسلي كانوا يتخذون منها الفراء، فكان عكرمة يستعذن ذلك ويقول: هذا كفر، هذا شرك، فأخذ ذلك عنه الصفرية والإباضية فكفر الناس بالذنوب. قال أبو عمر: لهذا كان سقنون يقول يزعمون أن عكرمة مولى بن عباس أضل المغرب. هذه القصة تبين أصل هذا القول الذي ينسب إلى عكرمة رحمه الله، وهو أن الترف ببعض الخلفاء من بني أمية في الأندلس وصل بهم الحال في الملذات والترف إلى أنهم كانوا يبحثون عن جلود الأجنة في بطون النعاج، فكانوا يجمعون هذه الأجنة ويستخرجون منها الجلود ويتخذون من هذه الجلود الفراء، وهي الجلود التي تتخذ للتزين والتجمل، وهذه الجلود كانوا يبحثون عن جلود معينة أيضا، وما كانوا يبحثون عن الجلود كلها، وهي الجلود التي على شكل العسل، فكانوا يسمون الجلود العسلية، فكانوا يذبحون المئة من النعاج ثم يبطرون بطونها ويستخرجون هذه الأجنة، فلا يجدون من المئة إلا جلدا واحدا أو جنينا واحدا جلده على شكل العسل. فلما بلغ هذا القبح والإساءة في استعمال النعم قال عكرمة: هذا كفر، هذا شرك، ولا شك أن هذا تعد لحدود الله في بهيمة الأنعام، فإن الله ما خلق هذه البهيمة للتلاعب وذبحها والبحث عن أنواع من الجلود في بطونها، ما خلق الله هذه الأنعام لهذا. فقال هذه الكلمة: هذا شرك وهذا كفر. ففسر بعض الناس الذين في قلوبهم زيغ من الصفرية والإباضية، وهما طائفتان من طوائف الخوارج، وقالوا إن عكرمة على مذهبنا وأنه يكفر الناس بالذنوب، فمن هنا نشأ القول بنسبة رأي الخوارج إلى عكرمة رحمه الله، وهو
بريء عن رأي الخوارج، وإنما خرجت منه هذه الكلمة في حالة غضب لما يصنع هؤلاء الملوك المترفون، ولا شك أنهم يستحقون أن يقال لهم مثل هذه الكلمة أو أشد منها. إذن لم يصح عن أكرمة أنه كان يرى رأي الخوارج، وإنما فسر بعض الناس من هؤلاء الخوارج رأي أكرمة أو قول أكرمة بأن فيه تكفير الناس بالذنوب. إذن ما قاله سعيد في أكرمة لا يلتفت إليه، وما رماه بعض الناس من أنه يرى رأي الخوارج لا يلتفت أيضا إليه، وأكرمة بريء من هذه المذاهب ومن الكذب الذي رمي به. وقد أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث أكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا، منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور ويحيى بن معين. إذن الكبار من علماء الحديث يحتجون بأكرمة، والذي حمل مالك على أن حذف اسمه أو أبهمه إنما هو استناد لقول سعيد فيه وما أشبه من تلك الأقوال التي لم تثبت على المحك. جامع الوقود، هذا الباب يجمع فيه أيضا أوقات من أوقات الصلوات. قال يحيى: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. هذا الحديث رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر في عظم شأن صلاة العصر، وأن الذي تفوته صلاة العصر عمدا إنما هو بمثابة من أصيب بماله وأهله. والوتر والوتر وترة والوتيرة هي الثأر، فمن جنى جناية ثم انتقم منه وأخذ الثأر منه يقال له وثر، يعني أخذ جنايته وقوبل بجنايته جناية أخرى. فمن ترك صلاة العصر وأخرها عمدا من غير عذر معتبر فإنه بمثابة من أخذ ماله وأهله. وفي هذا التعبير وتر كأنما وتر أهله وماله فيه أن الحديث لم يعبر بأصيب بماله وأهله، ولكنه عبر بالوتر، لأن الذي أخذ ماله وأهله في الغالب يحزن حزنين: حزنا على ذهاب أهله وماله، وحزنا آخر على أنه اعتدي عليه في أهله وماله. فمن هنا الذي ترك صلاة العصر بمثابة من اعتدي عليه وأخذت منه الجناية وأخذ ماله وأهله. وفي هذا حقارة الدنيا، وأنها لا تساوي صلاة العصر، فمن ترك صلاة العصر فكأنه إذا كان هناك فهم وعقل لأمور الآخرة فكأنه بمثابة من اعتدي عليه وأخذ ماله وأهله.
وقد ذكر أبو عمر رحمه الله حديثا آخر في هذا الموضوع فيه أيضا أن من ترك صلاة العصر حبط عمله، وهو يشبه هذا الحديث. يقول أبو عمر بن عبد البر: قال عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في سفر في يوم غيم، فقال: بكروا بالعصر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال أبو عمر بن عبد البر: ومعنى قوله في هذا الحديث حبط عمله، أي حبط عمله فيها، فلم يحصل على أجر من صلى في وقتها، يعني أنه إذا عملها بعد خروج وقتها فقد حبط أجر عملها في وقتها وقبله. هذا تفسير الحديث، وهو أنه قد حبط عمله بالنسبة لصلاة العصر الذي ضيعها، التي ضيعها ولم يصلها في وقتها وتركها وآخرها عن وقتها. فلو أراد أن يدرك ويقضي فإنه لا يحصل على شيء، فقد حبط عمله وأجره وثوابه بالنسبة لصلاة العصر التي ضيعها، ولا يمكن تدارك هذا الفضل وهذا الأجر. فالذي حبط إنما هو لفضيلة أو لأجر صلاة العصر. قال أبو عمر: لا، أنه يحبط عمله جملة في سائر الصلوات والإيمان وسائر أعمال البر، أعوذ بالله من مثل هذا التأويل، فإنه مذهب الخوارج، وإنما يحبط الأعمال الكفر بالله. إذن هذه القاعدة من قواعد أهل السنة، وهي أن أي ذنب ما لم يصل إلى حد الكفر فإنه لا يحبط الأعمال، ولكن قد يحبط جزءا من الأعمال، مثل هذا الحديث الذي فيه أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله في هذه الصلاة التي تركها، ولا يمكن أن يتدارك هذا الأجر أو هذا الفضل مهما قضى أو عمل. قال يحيى: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد. ومن يحيى بن سعيد؟ فقد سبق أيضا مرة أخرى في الكتاب، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري أبو سعيد الأنصاري، أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال له عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. هذا الأثر عن يحيى بن سعيد أن عمر انصرف من صلاة العصر، انصرف من صلاة العصر في المسجد النبوي فلقي رجلا. ما هذا الرجل؟ قال بعض الناس: هو عثمان بن عفان، ولكنه ليس بصحيح، فإن قصة عثمان هي في يوم الجمعة التي تأخر فيها عن التبكير إلى الجمعة، وإنما هذا الرجل كما قاله أبو عمر بن عبد البر رجل من الأنصار من بني حديدة، عن أبي حازم التمار عن ابن حديدة الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيني عمر بن الخطاب بالزوراء، وهي مكان قرب المسجد النبوي وكان فيه السوق، وأنا ذاهب إلى صلاة العصر، فسألني: أين تذهب؟ فقلت: إلى الصلاة. فقال: طففت فأسرع. قال: فذهبت إلى المسجد فصليت ورجعت، ووجدت جاريتي قد احتبست علينا من الاستقاء، فذهبت إليها برومة
فجئت بها والشمس طالعة. قيل للقعنبي: ما رومك؟ ما رومك؟ قال: بئر عثمان بن عفان. إذن هذا الرجل الذي أبهم في هذا السند رجل من بني حديدة، وهذا ما يعرف بالمبهمات. فهناك كتب ألفت في بيان بعض الأسماء التي أبهمت في الأسانيد أو في المسطور، التي تأتي بيان هذه الأسماء من طرق أخرى. فهذا الرجل من بني حديدة تأخر عن الصلاة مع الجماعة في أيام عمر، فلما انصرف الناس وقابله هذا الرجل قال له: ما حبسك عن الصلاة؟ فذكر له الرجل عذرا، فكأن هذا الرجل ذكر له عذرا غير مقبول عند عمر رضي الله عنه، ولهذا لم يكن أو لم يستحسن أو لم يكن يقول عمر بففت لو قبل عذره، ولكنه رأى أن عذره ليس بمقبول فقال له: طففت فعجل، يعني تأخرت وأسأت إلى الصلاة، لأن التطفيف يدخل في كل شيء، ففي الصلاة التطفيف، وفي الوزن التطفيف، وفي صوم التطفيف، والتطفيف إنما هو التنقيص أو زيادة أيضا. فمن لم يهتم بالصلاة أو بالصوم أو بالزكاة أو بالوزن والكيل يقال له طفف، هذا تطفيف في أمور الدنيا وهذا تطفيف في أمور الآخرة. فقال له عمر: طففت، يعني نقصت حقك وحظك من الأجر بالصلاة مع الجماعة، فأسرع وصلي وحدك. يقال لكل شيء وفاء وتطفيف، ففي صلاة وفاء وتطفيف. فمن صلى مع الجماعة في أول وقتها فقد وفى للصلاة، ومن ضيع شيئا من الصلاة في الصلاة مع الجماعة أو في هيئاتها أو في أركانها فقد طفف في الصلاة أيضا. قال يحيى: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. مالك يقول عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فات وقتها، يعني صلى الصلاة في وقتها ولم يضيعها ولم يؤخرها عن وقتها، وإنما صلى في وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهل ومالك. ولكنه مع ذلك، مع أنه صلى في وقتها، ولكنه لم يصلي في أول وقتها، فإنما فاته من الأجر الحاصل له لو صلى في أول وقتها، فإنه أعظم من فقد أهله وماله. فلو صلى في وسط الصلاة فإن الصلاة ما فاتت عليه، وصلى في وقتها ولكنه فاته خير كثير وأجر كثير قد يوازي أهله وماله. قال يحيى: قال مالك: من أدركه الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، إنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فإنه يصلي صلاة المقيم. هذه مسألة فقهية. يقول إمام مالك أن من أدركه الوقت وهو في سفر، رجل كان مسافرا فأدركه الظهر أو العصر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وانتهى سفره، ماذا يصنع؟ كان مسافرا في أول وقت الظهر أو في أول وقت العصر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله والوقت باق، ماذا يصنع؟ هل يتم الصلاة أو يقصر؟ قال إمام مالك: إن كان قدم على أهله
وهو في الوقت فإنه يصلي صلاة المقيم. وهذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء. الإمامات يقول ما دام أن الصلاة انعقد وجوبها وهو مسافر، وصلاة المسافر ركعتان، فإذا قدم على أهله وانتهى سفره فإنه ينظر إلى انعقاد وجوبها فيصلي صلاة فيصلي صلاة المقيم، يعني انتهى الوقت. إذن إذا وصل إلى أهله وقد بقي من صلاة الظهر أو العصر شيء فإنه يصلي صلاة المقيم، يعني يكمل الصلاة. أنا وهمت، ما فيه خلاف. هذه المسألة التي فيها الخلاف، وإن كان قدم وقد ذهب الوقت فيصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. هذه التي فيها الخلاف. يقول إمام مالك فإن كان قدم على أهله وقد ذهب وقت الظهر أو وقت العصر فإنه يصلي صلاة المسافر، وهذه مما تخالف فيها الإمام الشافعي، فإنه يقول في هذه أيضا يصلي صلاة المقيم تغليبا لجانب الحضر ما دام أنه يصلي وهو مقيم الآن فإنه يصلي صلاة المقيم ولا يصلي صلاة المسافر. قال الإمام مالك لأنه يقضي إنما يقضي مثل الذي كان عليه، هذا الرجل يقضي ما فاته من الصلاة ويقضي مثل الذي كان وجب عليه في السفر. فهذه اختلف فيها أهل العلم، فهذا مذهب الإمام مالك أنه يصلي صلاة المسافر، ومذهب الشافعي أنه يصلي صلاة المقيم. وليس في المسألة نص صريح يقطع الخلاف ويرفع النزاع، وإنما هي اجتهادات من أهل العلم، وقد يكون مذهب الشافعي أوفق للإحتياط في هذا الباب. قال مالك وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. إذن نقل عن أهل العلم في المدينة أنهم كانوا يرون مثل رأيه رحمه الله. قال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. تقول إمام مالك الشفق والحمرة، هذه الحمرة التي تظهر بعد غروب الشمس يقال لها الشفق الأحمر، فإذا ذهب هذا الشفق الأحمر فقد دخل وقت صلاة العشاء وخرجنا من وقت صلاة المغرب. مسألة أخرى، قال إمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. هذه مسألة أخرى، وهي أن رجلا لو أغمي عليه قبل صلاة الظهر فبغي الإغماء عليه إلى أن ذهب وقت الظهر، أو أغمي عليه قبيل الفجر فاستمر الإغماء عليه إلى أن طلعت الشمس، ماذا عليه؟ يقول عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله، وكان هذا الإغماء للصلاة أو لوقت الصلاة كلها، يعني أنه لم يكن مفيقا في جزء من الصلاة وإنما كان الإغماء في الصلاة كلها، فلما أفاق لم يقض الصلاة لأن الإغماء يشبه الجنون. فكما أن الشرع لم يخاطب المجانين فكذلك لم يخاطب المغمى عليه بالصلاة والواجبات. وهذا أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، فقد ذكر أبو عمر أن بعض الصحابة خالف عبد الله بن عمر في ذلك، فذكر أن عمار بن ياسر أغمي عليه فلما أفاق قضى جميع الصلوات التي أغمي فيها. وذكر أيضا عن عمران بن حسين أيضا أنه أغمي عليه فلما أغمي عليه وفاتت عليه صلوات
وأفاق قضى الصلوات أيضا. وهذه المسألة اختلف فيها الصحابة كما ترون. فمن أغمي عليه مثلا قبيل الفجر وكان يوما من رمضان فلم يفق حتى غربت شمسه ولم يدرك شيئا من وقت العبادة وإنما كان في الإغماء في كل وقت العبادة فإنه عند عبد الله بن عمر لا يقضي الصوم وكذلك الصلاة. فمن كان في وقت العبادة كلها في حالة الإغماء ولم يفق جزءا من الوقت فإنه لا يقضي العبادات سواء كانت صلاة أو صوما وما شابه ذلك. وقول عمران بن حسين وعمر بن ياسر يقضي يعني الأيام أو الصلوات التي كان فيها مغمى عليه. وهذا أيضا ليس فيها حديث مرفوع مسند يرفع الخلاف وإنما هي اجتهادات من الصحابة رضي الله عنهم. فلو احتاض الإنسان الذي أغمي عليه في الصلاة كلها أو في يوم رمضان وقضى لخرج من الخلاف واحتاط لعبادته. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت ذهب أن الوقت قد ذهب عن هذا يعني توجيه لقول من يقول إنه لا يقضي لا يقضي لأن الوقت قد ذهب عليه وهو غير مكلف. فأما من أفاق وهو في وقت فإنه يصلي لكن لو أفاق في آخر الوقت فإنه يقضي اليوم أو يقضي